مساء السعادة على حضراتكم. ساعة جديدة من ساعات ساعة مع نيبال، والنهاردة حلقة مميزة. ما يطلبه المتابعون، هنتكلم في عناوين كتير وهنحكي حكايات كتير وهنقول كلام جديد في عنوان حلقتنا النهاردة، ما يطلبه المتابعون. أهلا بحضراتكم في ساعة مع نيبال. اتصدرت عناوين كده غريبة شوية، أو يعني بنسمعها كتير، أنواع الجنس البشري. هو الجنس البشري بقى له أنواع؟ أصل إحنا دايماً عارفين إن كان في آدم وحواء، يعني كان في راجل وست. إزاي خلونا أنواع؟ الراجل واحد والست واحدة، وآدم كان واحد وحواء كانت واحدة. حتى لما خرجوا من الجنة وتاهوا من بعض، فضلوا يدوروا على بعض، لأن كل واحد فيهم ما يقدرش كان يعيش من غير التاني. وتقابلوا، ومنها بدأت البشرية. يعني الفكرة بتاعت أنواع الرجالة وأنواع الستات دي حاجات اتشبعت بيها عقولنا، لأن الرجالة هم نوع واحد والستات نوع واحد، لكن كل الحكاية إن البيئة اللي اتحط فيها كل واحد هي اللي عملت الفروق الفردية في شخصياتنا، وهي اللي صنفتنا. لكن مفيش حاجة اسمها أنواع. حتى آدم وحواء، برغم إن يعني آدم هو اللي كان مسؤول على إنه راح أكل من الشجرة، لكن كان في يعني مقولة تانية بتقول إن حواء كان ليها تأثير على آدم. وهم عمالين تايهين في الأرض لما ربنا أخرجهم من الجنة، محدش فيهم كان بيدور على التاني عشان يلومه انه خرجوا من الجنة. كان كل واحد فيهم بيدور على التاني عشان حياته معاه. يعني الراجل واحد والست واحدة. وفكرة انواع الرجالة وانواع الستات ده فكر احنا اللي خلقناه جوه عقولنا. ومن هنا قامت الحكايات، وبقى في المنشتات، وبدأ يظهر حاجة تانية بعد موضوع الأنواع، فكرة القوة، فكرة الست القوية. ولأن هم ما قدروش، أو اللي حطوا في دماغاتنا الكلام ده، إن إحنا إن هم يفهمونا حقيقة كلمة القوة، إحنا بسرعة أخدناها على إنها فرد عضلات. الست بقى عندها عضلات، هي دي القوة اللي هي أخدتها، ودخلت في صراع مع الراجل. وزي ما الراجل كل اللي عارفه من حقوقه إنه يتجوز أربعة، بقت الست برضو كل اللي عارفاه من حقوقها إن خدمتي ليك فضل مش حاجة مفروضة عليا. وفضل الصراعات، والست تفرض قوتها وتفتكر إن هي دي القوة، إنها تتصارع مع الراجل وإنها تبان قوية. وندخل في الدايرة. ده مش بس كده، ده القوة دي فسرناها بشكل تاني، بشكل اني زي زيك
طب فين قدسية الراجل؟ طب فين احترامه؟ طب فين اللي احنا تربينا عليه؟ لأ، ما هي دي القوة، مع ان هي ما فهمتش القوة. ما هو كله طلع قال لها كوني قوية كوني قوية، لغاية ما فهمت ان القوة العضلات. ما فهمتش المعنى الحقيقي من كلمة القوة. القوة إنها تعمل حماية لنفسها، تتعلم وتفهم وتبني شخصيتها وتبني ذاتها، ويبقى عندها فكر ووعي. هي دي القوة اللي المفروض نكون اللي المفروض نكون اتعلمناها. وطبعا الراجل ما سكتش، على طول هو كمان فرد عضلاته وبقى واقفين قدام بعض الند بالند، ونتج عن كده خراب للبيوت وللمجتمع. مع ان لو هي كانت فهمت الرسالة من البداية وهو فهم الرسالة من البداية ما كانش يحصل كل ده. لو فهمت ان العضلات في العقل، القوة في العقل مش في العضلات، لو فهمت ان لو عقلها اتبنى بشكل سليم هيفرق كتير في حياتها. لكن هما الاتنين بقوا سي السيد، هما الاتنين بقوا بيفردوا عضلاتهم على بعض، وبدل ما آدم وحواء قعدوا يدوروا على بعض سنين عشان مش عارفين يعيشوا من غير بعض، هما ذبحوا بعض، ذبحوا بعض وقعدوا يتفرجوا على نفسهم. كوني قوية كوني قوية كوني قوية. والراجل بقى بيخاف من قوة الست، وبالتالي بقى بيدخل المعركة من البداية وهو متحفز لكل حاجة، ما هو أصله قلقان منها. لأن الرسالة زي ما قلت ما وصلتش صح، كان لازم نعلمهم إن القوة في العقل، إن القوة في الفكر، في الثقافة، في إن إزاي كل واحد فيهم يعرف حقوقه صح ويدافع عن حقوقه صح. ومن هنا طلعت مطالبة الست بالحقوق، والراجل كمان طالع يطالب بالحقوق. طب ما أنتوا المفروض ليكوا حقوق، حقوق على بعض من أول الخليقة ما بدأت، المحبة والمودة والرحمة. لكن تاهت تاهت عشان استوعبنا الرسائل وعملنا عناوين غلط. ولما كتبنا العناوين دي ما فهمناش ولا دربنا ولا وصلنا الرسالة مظبوط. جدتي وجدتك زمان كان الراجل له هيبة وكيان وسلطة وقوة، لكن في نفس الوقت كان جدتي ليها قوة وسلطة، كانت هي المحرك لكل حاجة، وفي نفس الوقت مدياله الإيحاء إنه هو صاحب كل حاجة، كان في عقل بالفطرة. يعني عقولنا اتشبعت بإن احنا أنواع، واتشبعت إن احنا لازم نبقى أقوياء، والنتيجة للي وصلنا له. ما خلصتش لسه كلامي، لكن هطلع فاصل وارجع تاني فيما يطلبه المتابعون في ساعة مع نداء. طبعا لما بقى القوة مفهومها العضلات، وبقى كل واحد فيهم يفرض قوته على التاني بالشكل ده، وتحول موضوع لعراق وتنافس وصدام، ومين فينا اللي هيكسب
من هنا ظهرت حاجة أكبر من كده، دور الضحية. الضحية بقت بطولة كل واحد فينا بيتسابق إن هو ياخدها. الضحية بقت زي فيلم إحنا أبطاله، ومن كتر ما قلنا الكلمة صدقناها وبقينا ضحايا. ضحايا المجتمع، ضحايا الحكومة، ضحايا الأب والأم، ضحايا الأصدقاء، ضحايا الزوجة، ضحايا الزوج، ضحايا الأولاد، وصدقنا الفكرة. مع إن إحنا من الأساس اللي خلينا نفسنا ضحايا. ما هو مفيش حاجة أبداً بتحصل للإنسان إلا ما كان له يد، حتى لو كانت 1% في اللي هو فيه. وتحول المجتمع كله لضحايا، لدرجة إنك دلوقتي تدور على المظلوم، مفيش مظلوم؟ مفيش ظالم؟ مفيش ظالم؟ والناس كلها بقت مظلومة. الناس كلها اتجار على حقوقها، الناس كلها بقت ضحية. وطبعا من هنا ظهرت الجمعيات، وظهرت البرامج، وظهر التوعيات، وازاي ما تكونيش ضحية، وازاي تبقي قوية، وازاي تعرفي تعاملي أنواع الرجالة، والراجل كمان أنواع الستات. ما هو كل حاجة من البداية مبنية على بعضها، مفيش حاجة منفصلة عن التانية. كل حاجة كانت نتيجة اللي قبلها. ده مش بس كده، ده احنا كمان صدقنا. احنا أصحاب القصص وأصحاب الحكايات، وإحنا الضحايا. وعقولنا اتملت بالأفكار دي وسيطرت علينا بشكل مش عادي، لدرجة دلوقتي إن كل مواقع التواصل الاجتماعي اتحولت لعرض الضحايا وعرض الحكايات والقصص والتوجيهات بقى، والجروبات بقى النسائية والجروبات الرجالية، واللي بيطلع يدي نصيحة، واللي عمال يغني على ليلى، وكله عمال يغني على كله. والحقيقة قدام عينينا إن مفيش حاجة اسمها أنواع، مفيش حاجة اسمها أنواع رجالة ولا ستات، مفيش حاجة اسمها القوة بالعضلات، مفيش حاجة اسمها أنا ضحية. وخرجنا من دور الضحية، وطبعاً لأننا كلنا عندنا قصص وعندنا حكايات، وكل واحد بيقولها من وجهة نظره، ودايما بيبقى في حلقة مفقودة. وهو ده الجانب الخفي اللي الناس ما بتشوفوش لا على الشاشات ولا على مواقع التواصل الاجتماعي. وارجع واقول، لو كنا حطينا نفسنا في أي حاجة من اللي أنا قلتها، علشان كان من اختيارنا، وعشان كان لينا يد، ولأننا فهمنا الرسالة غلط، ولأننا فهمنا العناوين الكبيرة اللي بتتكتب مش بشكل سليم، أو يمكن الناس اللي عملوها معرفوش يوصلوها لنا بطريقة نقدر نفهمها ونستوعبها. وخرجنا بقى الموضوع أكبر وأكبر. فجأة كده وبقدرة قادر، الست بقت مخبر سري. يا نهار ابيض، مخبر سري؟ اه والله زي ما بقول لكم كده. ما هي ضحيه، ما هي مظلومه، والراجل كمان. انا مش مع حد ضد حد، والراجل كمان برضو اتحول. بقينا مخبرين عمالين نفتش ورا بعض، وعمالين نلبس البلطو والجردان المخروم عشان نطلع الحقيقة ونشوف مين الظالم. وطبعا
الست عمالة تجري ورا الراجل علشان ترجعه لبيته، وهي فاكرة إن اللي هي بتعمله ده هترجعه لبيته، مع إن جدتي زمان كانت تقول في 3 صفات في الراجل مش ممكن يتغيروا إلا لو كانت الهداية من رب العالمين. قلت لها يا جدتي الصفات دي إيه؟ قالت لي إنه يبقى بخيل، أو يبقى إيده طويلة أو لسانه طويل، أو يبقى عينيه مش مليانة. ووقفت عند التالتة اللي عينيه مش مليانة. الصفات الـ3 اللي احنا بنتكلم فيهم دول بيبانوا من البداية، والصفات دي ما بتتغيرش، ما قلناش أنواع، قلنا صفات. الصفات دي ما بتتغيرش إلا من رحمة ربي. قالت لي الـ3 مهما الست عملت، تشتغل مخبر سري، توظف ناس يراقبوه، تغير لون شعرها وتعمله أصفر وأخضر وأحمر، والله لو عملت إيه؟ أصل دي حاجة صفة في البني آدم، وهنا بيبقى الأمور واضحة ومتحددة. ولما تعرف إنه عارف واحدة تانية فتعلي صوتها، بعد طبعا ما مسكته، وبعد طبعا ما اشتغل المخبر السري اللي جواها، وبعد ما قعدت تدور وراه، وطبعا انتوا عارفين دلوقتي بيحصل ايه، مراقبه على التليفونات، مراقبه تسخر ناس في الشغل علشان يجيبوا لها اخباره، تفضل يا عيني عماله دايخه في الدنيا، عماله تجري وراه يمين وشمال علشان حد ما يضحكش عليها. كل ست بقى بيبقى ليها رد مختلف، واحدة تقول لك لا ما انا ما ينفعش انام في العسل وهو يعمل كده، واحدة تانية تقول لا ما انا لازم ارجعه لبيته. المهم في النهاية ان تحصل المشكلة، وبعدين تروح لبيت ابوها، وبعدين تقول بحبه يا بابا، ما اقدرش اعيش من غيره. يا ستي يهديكي يرضيكي، ما انت عارفة الطبع بتاعه، لا هو قادر يعيش من غيرها ولا هي قادرة تعيش من غيره، ويركع تحت رجليها ويقول لها آخر مرة، وطبعا ولا هي آخر مرة ولا حاجة. ما أنا جدتي قالت لي 3 صفات، 3 صفات ما بيتغيروش إلا لو الهداية من رب العالمين، وترجع تاني لبيتها ويتعاد الحكاية، وتشتغل مخبر سري، وبدل ما هما الاتنين عايشين علشان الاتنين محتاجين بعض وعشان يربوا الولاد، الولاد ما بيتربوش، ما هو هيتربوا ازاي في المجتمع ده وفي الجو ده. وفي الآخر قلق وتوتر وضغط وسكر. وغيرت حاجة لما بقت مخبر سري؟ ولا حاجة، ولا حاجة بدلتها ولا غيرتها. أصلها برضو ما فهمتش إن الجروبات اللي بتشترك فيها على مواقع التواصل الاجتماعي كل النصايح اللي بتجيلها مش مظبوطة، والناس دي ما طبقوهاش على نفسهم في الأساس. هي ما فهمتش إن اللي بتعمله ده عمره ما هيرجع لها جوزها أبداً، أبو ولادها، لان كل مره بتفضحه فيها او بتشتكيه او بتعلي صوتها او بينتهي الامر ان كل الناس تعرف، بيتكسر حاجه بينهم كبيره. حتى لما بيرجعوا الكسر ده والشرخ ده ما بيتلقمش بسهوله. يعني لو هي كانت فهمت حقوقها المظبوطه من البدايه، وأحسنت الاختيار من البداية، وفهمت إن الرجالة كلهم واحد، وهو كمان فهم إن الستات كلها واحدة، كانوا فهموا معنى الحياة وعرفوا يعيشوها صح. المخبر السري ده هلاك ليكي، أنت بتضيعي وقتك وبتجهدي نفسك وبتمرضي،
ده انت حتى ما بتعرفيش تركزي مع ولادك ولا تركزي في نفسك. ما هو برضو ما فهموناش صح. لما اتكلمنا عن حماية الست لنفسها وانها تحب ذاتها وتحب نفسها وان هي تعمل حماية بعلمها وبعقلها وبفكرها، كان المقصود منه انه هو يحميها من غدر الزمن، من احداث ممكن تحصل ليها في حياتها ما تتوقعهاش او تتخيلها، تبقى قوية، عارفة تواجه الحياة، عارفة تتحمل مسؤولية أسرة لو اتحطت في موقف زي ده. لكن للأسف ما فهمناش القصة من البداية. ما فهمناش آدم قعد يدور على حواء ليه وحواء قعدت تدور على آدم ليه. إحنا يا ترى بندور على بعض ولا عمالين نتعارك ونتصادم في بعض؟ وكل واحد فينا صنف التاني، وكل واحد فينا رب عضلاته، وكل واحد فينا بقى ضحية وتحول لمهنة مش مهنته، بقى مخبر سري. أشوفكم بعد الفاصل. ولما فضلنا نخرج من عنوان لعنوان لعنوان، وطبعا الناس بتهيص في الهيصة، وقلنا اتشبعت بالأفكار دي وبأسلوب التفكير ده وحبينا الأدوار دي، رحنا بقى لحاجة أكبر وأكبر. بدأ على مواقع التواصل الاجتماعي يكتبوا إعلانات يقولوا فيها جلب الحبيب بالسحر العجيب، ولأن طبعا بقينا ضحايا وبقينا مخبر سري وبرضو بزبطناش الدنيا وتصنفنا وبقينا أنواع وبقينا برضو أقوياء وبرضو مش عارفين نجيب حقوقنا، لغاية دلوقتي بنطالب بحقوقنا. جاري ومجاري على الإعلانات وبقى كله بيتصل وجلب الحبيب بالسحر العجيب. هو يا جماعة ينفع الحبيب يجي بالسحر؟ ما هي خلاص ما عادش بإيدها حاجة تعمله، وهو كمان ما عادش بإيده حاجة يعملها. ما الكل بقى بيلعب دور الضحية والكل بقى مظلوم، مع اني والله بقعد ادور امال مين اللي ظالم في الدنيا. كل الناس بقت ملايكة، كل الناس الظلم واقع عليها، كل الناس بقى ليها قصص وحكايات وجري وجري، وبقى هو ده الموضة، جلب الحبيب بالسحر العجيب. طب الشيخة نيبال بقى النهاردة بتقولك جلب الحبيب بالفكر العجيب. ما سألتيش نفسك مرة ليه الراجل بيخاف من الست اللي بتفكر؟ لأنه عارف إنها هتنتصر وإنها قوتها كلها في عقلها. قعدوا مع رجالة متجوزين ستات أذكياء ومثقفين وعندهم عقل، يقولك أخطر حاجة في الدنيا. سيبك من الكلام اللي بيتقال، أنا أحب مراتي تكون قوية، أنا أحبها تكون ذكية، أنا أحبها تكون بتفكر، لكن هي دي الحقيقة. أصل أنا جاية أقول لكم من الآخر النهاردة، الست اللي بتستخدم عقلها
بيبقى عندها كل الأسلحة اللي ممكن تتخيلوها، لأن كل خطوة من خطواتها بتكون مدروسة ومحسوبة، عارفة بتعمل إيه، عارفة بتقول إيه، عارفة بتضرب إمتى، وعارفة بتحتوي إمتى. دي الست اللي بتفكر، دي الست اللي يتقال عليها دماغ. عارفين إيه الكلمة دي؟ قلب الحبيب بالعقل العجيب، ده الروشتة اللي أنا بديها لكم النهاردة. عايزة تكسبي جوزك وانت الراجل عايز تكسب مراتك، استخدم عقلك، اعرفوا كل واحد فيكم الحقوق بتاعته مظبوطة، ما تتفضلوش على بعض بأفعالكم وتصرفاتكم. مسكنا في الحاجات الخايبة اللي ملهاش لازمة، بقت الست بتتفضل على الراجل انها تخدمه، ووقفت قدامه الند بالند. يا جماعة فين قدسية الراجل وفين قدسية الست؟ ما احنا اتربينا في أسر كلها كان فيها سكينة وهدوء ومحبة ورحمة، ما كانش عندهم لا العلم ولا التقدم ولا التكنولوجيا اللي موجودة عندنا دلوقتي، لكن كان الفرق ان في الوقت ده كان العقل بالفطرة، كان كل واحد فاهم حقوقه وفاهم اللي ليه واللي عليه. لكن المشكلة دلوقتي ان احنا مش فاهمين، وعمال يتحشي جوه دماغتنا كلام خلاص حفظناه وعرفناه، والنهاية برضو كانت خراب، خراب البيوت. قلب الحبيب بالعقل العجيب، والله لو كل واحد استخدم عقله في التعامل مع الآخر وعرف كل واحد المفاتيح بتاعت التاني، للراجل هيبقى ملك ايدين الست، والست هتبقى تحت رجلين الراجل. لكن هما فرحانين ومبسوطين مش عارفة مين، ان احنا دايما مشغولين، ان احنا دايما عمالين نصارع في بعض، عمالين نكسر في بعض. واللي غيظني قوي في الموضوع مطالبة الحقوق، وكأن انت ولا هي ملكوش حقوق من الأساس، ده انتوا أصلا دينكم دين الحقوق. ازاي فهمتوا كده؟ ازاي استوعبتوا من العناوين دي كده؟ ازاي بنربي ولادنا بالفكر ده بالشكل ده؟ يعني المشكلة كلها ارجع تاني اقولها تاني، انه خلوا منا انواع وفهمونا القوة عضلات، وخلونا نلعب دور الضحية، وتحولنا المهن مش بتاعتنا، وفي الآخر مشينا ورا السحر والبخور والحجاب. بالذمة ده كلام. أشوفكم بعد الفاصل. تفتكروا آخرة اللي احنا فيه ده ايه؟ وهنوصل لإيه؟ ويا ترى الست والراجل لما كل واحد فيهم عمال يصارع التاني وصلوا لحاجة في النهاية؟ يعني الستات لغاية دلوقتي بتقول احنا عايزين حقوقنا، والرجالة نفس الحكاية. طب والحقيقة فين؟ لما قلت لكم ان في ثلاث حاجات دايما موجوده في الراجل،
صعب إنها تتبدل وتتغير، والحاجات دي بتبقى موجودة من الأساس. يعني ما تقوليش إنه مثلا ما لفظ لفظ مش مظبوط أيام الخطوبة، أصل اللي فيه طبع وداء ما بيبطلوش. لكن انتي في الفترة دي السكينة بتبقى سرقانة، والحب بيبقى عامي عنينا، وبيخلينا نبرر كل الأفعال ونبرر كل التصرفات، وبعدين يحصل المراد وينتج عنها العنف والضرب، ونرجع نقول لا للعنف. مين كان صاحب اليد من الأساس؟ ما أنا قلت قبل كده في كل مرة بتكلم فيها إن أي مشكلة بتظهر في حياتنا أو أي ظلم بيقع علينا بيبقى لينا يد فيه. ما احنا ما فكرناش يا جماعة، ما احنا ما كانش عندنا وعي، ما احنا ما فهمناش يعني ايه جواز، ما فهمناش يعني ايه راجل وست، ما فهمناش يعني ايه حقوق. عشان كده الأجيال القريبة دي البنت بقت فاهمة حقوقها ايه، وما بقاش عندها مشكلة انها تتأخر في الجواز علشان تاخد الإنسان اللي هي عايزاه وتعيش بالشكل الطبيعي اللي المفروض يكون بين اتنين. لكن دول برضو مش كتير، لأن في جانب تاني في المجتمع لما البنت بتتأخر شوية في الجواز بتدخل في إطار تاني، إطار العنوسة وإن فاتها القطر، والأهل هنا بيبدأوا يقلقوا ويبقوا عايزين يجوزوها والسلام. ويحصل بالفعل، المهم انه جاهز وخلاص، وما يدرسوش الموضوع باسلوب صح وينتج عنه الضرب والإهانة والحرمان من الضنا والطرد من البيت. وده بيحصل، ما هو برضو انتوا مشاركين. يعني الفكرة كلها ما بقتش مبنية على فكرة إني أصارع الراجل، مبنية على إني أحب الراجل وهو يحبني، مبنية إن أعمل أسرة وأعمل مجتمع. لما آدم وحواء تاهوا من بعض قعدوا يدوروا على بعض سنين، بقول لكم ما قدروش كل واحد فيهم يعيش لوحده. ازاي احنا عايشين بالعداء ده؟ ازاي الناس اللي بتساعد على نشر الفكر القوة والاسلوب الغريب وفرد العضلات وان الراجل راسي براسه، انا في حاجات ما بقبلهاش، مع اني بدي القدر الرجل نفس قدر المرأة وفي نفس الميزان. عايزين نعلم ولادنا صح، عايزين العناوين دي نفهمها لهم صح، عايزين نفهمهم بطريقة مظبوطة يعيشوا الحياة ازاي ويقدروا يبقوا مبسوطين ازاي. لازم نفهمهم إن الصفات بتختلف من إنسان للتاني، سواء كان للراجل أو للست. لازم نفهمهم إن الحياة بتتبني على راجل وست، وإن الراجل له كل الاحترام والقدسية والست ليها كل الاحترام والقدسية. لازم نفهمهم إن القوة مش في العضلات، القوة في شخصك، في قوة شخصيتك وثباتك واتزانك وعقلك وفكرك ووعيك.
عايزين نفهمهم ان عمر لو قعدنا نفتش ورا بعض ونراقب بعض عمري ده ما يكون حياة أبدا، ولا إن ده ممكن يغير اللي قدامي أو أنا كده أبقى الست النبيهة ولا الراجل النبيه. الحياة اتبنت على ثقة، وبدل قبلتي أمور معينة في حياتك يبقى تكيفي معاها. ما تزعلوش مني وتعتبروا كلامي صعب، لكن أنا بتكلم من الواقع، لأن كان لينا يد في كل خطأ حصل في حياتنا، كان لينا يد في كل مشكلة اتعرضنا ليها في حياتنا. دايما المشاكل اللي بتظهر وبشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي دايما بيبقى ليا رأي معين إن في حلقة ناقصة. وصل الأمر بين الراجل والست لحالة من الانتقام، فكرة إن هو يحرمها من ابنها أو بنتها أو هي تحرمه من ابنه أو بنته، انتقام. شوف كل واحد جواه إزاي من التاني. طب إيه اللي يوصلنا لكل ده؟ ما لا ندخل بالمعروف لا نخرج بالمعروف. إيه اللي يوصلنا لكل ده؟ إيه اللي وصلنا إن يبقى بينا الانتقام الرهيب ده؟ ومين الضحايا؟ الضحايا ولادنا اللي بيطلعوا معقدين وبيطلعوا مش سويين وبيطلعوا عندهم مشاكل نفسية، ده غير الانحرافات اللي ممكن تحصل نتيجة عدم وجود أب وأم مستقرين متفاهمين. مفيش بيت في الدنيا ما بيحصلش فيه مشاكل مهما كان حتى تفاهم الراجل والست مع بعض، لكن في تفاهم فالمشاكل هتتحل بالفكر بالعقل بالثقافة بالوعي بحب كل واحد لنفسه لذاته، انه عايش عشان يسعد نفسه في المرتبة الأولى وبعدين يسعد الناس اللي حواليه. وهو ده دايما اللي بندور عليه، بندور ان احنا نبقى مبسوطين، مع ان لو وصلنا ان احنا نحب نفسنا بس مش الأنانية في حب النفس، هنعرف نحب الناس اللي حوالينا وهنعرف نديهم وهم كمان هيدونا. ايه يا جماعة؟ يا جماعة مواقع التواصل الاجتماعي بقت كلها قصص وحكايات. سمحنا لنفسنا نعرض مشاكلنا على العامة، سمحنا لنفسنا إن إحنا يعني نخلي الناس هم اللي يحكموا على حياتنا ويدونا نصايح كذابة، نصايح مش مظبوطة. يعني بقول وكل واحد يسمعني كويس، لا احنا انواع ولا احنا ضحايا ولا احنا اقوياء بعضلاتنا، احنا اقوياء بعقولنا، ولا احنا لينا مهن غير المهن بتاعتنا الاساسيه. ولما هنجلب الحبيب هيبقى بالعقل العجيب. اشوفكم بعد الفاصل. وحواء واحدة، مفيش مننا أنواع. آدم وحواء مقدروش يعيشوا من غير بعض، ومفيش حد فيهم لام التاني إنه خرج من الجنة. لو كانت الحكاية التانية إن حواء ساعدت آدم إنه ياكل من الشجرة. مفيش حاجة اسمها إحنا ضحايا، إحنا أقوياء، احنا اقوياء بعقلنا وفكرنا. هنحب حياتنا ونحب اسرتنا، هنحب رجالتنا ورجالتنا هتحب ستاتها. لو ربينا العقول صح، لو فهمناهم الحياه صح، لو عرفناهم ان العقل هو اللي بيقدر ينجح ويسيطر على كل حاجه في الحياه،
وفي توضيح ان فكرة العقل مش ان انا بقى انسان مسيطر يعني وندخل في دوامة تانية ويرجعوا يقولوا نيبال بتقول لنا كذا، لا، الفكر، الفكر لازم نعلم ولادنا امتى يخشوا المعركة وامتى يتراجعوا، لازم نعلمهم ان الكلمة ليها حساب وان لازم يتعمل لها ألف اعتبار، لازم نعرفهم ان في وقت من الاوقات لازم يكون في سكوت عشان تقدر تنجح وتقدر تحل كل الازمات اللي انت فيها. كل كلامي، كل عناويني كلها مبنية على بعضها، كلها فيها محور واحد ثابت، قوة العقل، قوة التفكير، قوة الحكمة، قوة الوعي، فهم الحقوق بطريقة صح. أنا الست ليا حقوق بس أفهمها صح، وأنت الراجل ليك حقوق بس تفهمها صح. سكوت، السكوت في أوقات كتير ما بيكونش رضا، وفي سكوت بيكون زهق، لأن اللي بتتكلم معاه كلامك مش هيغير حاجة، وفي سكوت بيكون زهد، زهد في اللي بتوجه له الكلام، وفي سكوت بيكون صبر. أصلك عشمان إن يتبدل الحال، وفي سكوت بيكون شياكة علشان خايف وانت بتوجه كلامك للشخص إنك تجرحه بكلامك. يعني السكوت شياكة، وساعات بيكون أبرك من مليون كلمة. زي ما بقول دايما، لسه الفرصة قدامنا، دعوة للحياة في ساعة مع نيبال.